المشكلة أو المصيدة كما سميتها هي أنه هناك أحزاب دينية تستقطب شخصيات مدنية عمق عشائري يعني وجهاء وترشحهم. المواطن ينتخب على أساس أنه يعرف هذا الشخص بأنه شخص مدني وشخص معروف وشخص جيد، لكنه لا يعرف خلفيته، لا توجد ثقافة سياسية أيضا أو وعي سياسي عالي بعض الناس، ولذلك يقعون في هذه المصيدة. من خلال استقرائنا للشارع العراقي أرى أن المواطن هذه المرة تخندق عشائريا مثلما تخندق سابقا طائفيا وربما دينيا. اليوم المواطن يبحث عن الناس الأقرب إلى بعدما فقد ثقته بالناخبين وبعدما فقد ثقته بالمرشحين، لأنه هناك من يقول كلام ويغيره بعد الانتخابات. لذلك أرى أن المواطن العراقي وهو من صفاته أنه متقلب المزاج، ربما عندما يصل إلى صندوق الاقتراع سيغير كل الأفكار. التكتلات المدنية حسب برنامجها يعني وتكتل المدني، طيب بالبرنامج الانتخابي مالته يعني ما عد للمواطن العربي ما عد المواطن العراقي، ما هو هذا البرنامج؟ كيف يستطيع تلبية رغبات المواطن العراقي؟ الأحزاب المدنية اهتمامه هو جاي من البلد، هو اصلا هو عراقي ويحب بلده، واحنا مع التكتلات هاي الطائفية والحزبية ضرتنا وايه.